هي تجي لجنة وراء لجنة وراء لجنة، أي نتيجة ماكو، أي نتيجة ماكو. يعني لجان هاي من 2014 لحد الآن، لجنة وراء لجنة وراء لجنة، أي شيء ماكو. يطلعون يعلنون بالتلفزيون راح نسوي هالشيء وراح نسوي هالشيء، أي نتيجة ماكو، نتيجة ماكو، نتيجة من كل شيء نتيجة ماكو. والله نطالب اعمرها البلد الخربان، يعني الموصل هاي ماكو عليه هذاك الاهتمام، ماكو اهتمام. النواب بشفناه وقت الدعاية وقت الانتخابات، هسه اريد نشوف انه واحد ماكو. اريد الدعم الاكثر، اريد الرئيس الجمهورية رئيس الوزراء يجون يشوفون هذا البلد. الناس ناسحة بالخيم وهذا الجو القاسي وهاي بيوتهم، يعني اذا ما بدل ما يصرفوها غادي هاي المساعدات يجون يصرفوها على الاعمار، يسوون هاي الشوارع يعني لا سيارة تمشي لا مدارس. شلون ما بدك تجي تفوت على هذا البلد. اللجنة هي من نواب نينوى، يعني ايش ناشدهم ايش انا ناشدهم، هم اهل نينوى والخطأ برقبتهم، لازم هم ينتبهون، لازم هم يهتمون اكثر بهذا الشيء. ان الخطأ الناس هذه العوائل كلها برقبتهم، والله ما تنفعهم لا المناصب ولا الفلوس ولا المليارات. وضع الامني زين، ما عندنا شيء، بس اعمار مدري ايش ما عندنا، دحق على شوارعنا، دحق على الصفحه، دحق على المدارس ماكو، حتى معلمين يعني عندنا قريه معلمين عندنا 2 وكل صف به 80 طالب، وين ايش عندنا؟ كل شيء ماكو، ما سوينا اي شغله، ماكو شيء يجي لصالح المواطن، ماكو شيء لصالح المواطن. هسه تعال نشتغل هنا بالقديمه، حتى الاجور مالتنا ضعيفه حيل، يعني ما تكفينا حق غاز. تتصور انه اكو فساد؟ ها فساد، والله فساد لازم موجود، لو ما موجود فساد كان ما صار البلد هذه شيء، كان ما ظل احد ما عمر شيء به. ايش الطالب الحكومه؟ والله نطالب لجنه، يعني نطالب الحكومه بلجنه تطلع منظمه كذا، دحق على المواطن، دحق على هاي الشوارع وعلى الموصل، دحق على الموصل. هاي العالم النازحه القاعده بالخيام، القاعده بالبتشون، ما عنده اكل اليوم. والله الوضع الامني حزين، بس الوضع المعيشي للمواطنين حيل حيل شرك، ما جاي يوفرون فرص عمل، مشاريع، شيء صالح المواطن، يفيد المواطن، ماكو شيء. زين بس يجون هيك مجرد روتين، يفترون بالمحافظه بانه نفذوا هذا الواجب ورجعوا، ماكو شيء يفيد المواطن، كله بعكس فائده المواطن. يعني اللجنه ما ادت واجبها؟ ما ادت واجبها يا اخي. اي مشروع يجي يفتتحون المشروع تشتغل لك بيه يوم يومين وبعدها ماكو كل شيء. زين يعني هسه هاي البيوت اللي جاي يهدونها، البيت اللي يقضبونه غير يكملونه كامل، يشيلون منه 7-8 سبرات يتركون البيت. زين وماكو شيء صالح المواطن، وكله واقع براس الفقير المواطن. الشيء يفيد المواطن. طيب وراهم على محاسن الحمدين تقول اكو فساد. فساد مليون بالميه، مو 100%. ايش تقول للنائبه؟ ايش اقول للنائبه؟ انا اناشد، اني شكو وزير، شكو منتسب، اناشده باسم اهل الموصل، ها يراعون مشاعر اهل الموصل ووضعيه الموصل. زين وطالب تشكيل لجنه، طالب تشكيل لجنه نزاهه تجي المحافظه نينوى وتشوف هذا الشيء اللي قاعد يصير بالموصل. زين احنا مضطهدين، يعني من محافظه نينوى لحد الان ماكو شيء استفادينا منه، يعني كل هذا الشيء اللي صار بينا وبعد النوب ازود. فأريد ناشد الوزراء، رئيس الوزراء يشوف محافظة نينوى، يلتفت علينا التفاتة كريمة، أريده يجي على محافظة نينوى ويشوف المآسي اللي تحصل محافظة نينوى.